سنة 2015 جنايات مدينة نصر عوض. حكمت المحكمة الجمهورية أولا بمعاقبة كريم عادل عبدالله بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما أسقط إليه. ثانيا وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامه بدفع قيمة الأشياء التي خرقها. ثالثا إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية. الحكم في القضية رقم 1 لسنة 2017 جنايات أمن دولة أولياء طوارئ 1 أكتوبر. حكمت المحكمة الجنائية للثاني عشر والثالث عشر وحضوريا للباقين بمعاقبة كل من أيمن محمد عبد الشافي، عصام عز العرب، عز الرجال علي إبراهيم بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسقط إليهم. ثانيا بمعاقبة كل من منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل، إسماعيل أحمد مختار حسن، سامي محمد عبد الشافي، محمد علي إبراهيم، شريف رضا أحمد، أحمد محمد محمد سليمان، علي سعيد إبراهيم أبو المجد، سعيد محمد غياثي محمد، حسام السيد طه، وليد رجب محمد محمد، محمد صبحي أحمد سليمان بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسقط إليهم. ثالثا وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة. رابعا حرمان المحكوم عليهم غيابيا في المادة أولا من التصرف في أموالهم أو إدارتها. خامسا إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.